هذا الحديث حديث جندب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن فتيان، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه رحمه الله في سننه. وهذا الحديث يؤكد أن التوحيد له أهميته، لأن تعلم الإيمان من التوحيد، فإن الإيمان من التوحيد. وهذا يعطينا دلالة على أن سلامة التوحيد وسلامة النية وسلامة القلب من الأهواء والبدع هي من أعظم ما يمن الله به عز وجل على عبده. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله لما ذكر حديث جندب كما في الفتاوى، قال: إن بعضهم يعني المفسرين قالوا في قوله تعالى: نور على نور، أي نور القرآن على نور الإيمان. قال: ومثله: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال أيضا: إن قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، البينة هنا هي الإيمان، والشاهد هو القرآن. قال: لأن الإيمان هو المقصود، لأنه إنما يراد بإنزال القرآن الإيمان. ولهذا قال: كان الإيمان بدون قراءة القرآن ينفع صاحبه ويدخل به الجنة، والقرآن بلا إيمان لا ينفع في الآخرة، بل إن صاحبه منافق، كما في الصحيحين: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل أترجة، إلى أن قال: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ذكر رحمه الله حديث حذيفة في الصحيحين: إن الله أنزل الأمانة في جذر قلوب الرجال، والأمانة الشاملة لا تحصر في الوديعة، لا، وإنما هي شاملة لكل أمور الدين مع الودائع. قال: إن الله أنزل الأمانة في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ولذا قال رحمه الله: إن قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، قال: يتناول القرآن والإيمان. بل قال رحمه الله: إن قوله: جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، يعود إلى الإيمان والقرآن. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه: إنا قوم أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن، وإنكم قوم أوتيتم القرآن قبل أن تؤتوا الإيمان. ولذلك ذكر البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها، كما تعلمون أنتم اليوم القرآن، ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره. ومن ثم فإن الذم الذي وقع على من أتى من هؤلاء الأقوام الذين ذكرهم الصحابة رضي الله عنهم هم من يعنى فقط بالحروف دون ما يكون في قلبه من الإيمان الذي به ينتفع بهذا القرآن. ولذلك ذكر عبد الرزاق في مصنفه، وذكر ذلك غيره عن الحسن رحمه الله، أنه قال: إن هذا القرآن قد قرأه صبيان وعبيد لا علم لهم بتأويله، ولم يأتوا الأمر من قبل أوله. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ثم قال: والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن كله وما أسقط منه حرفا واحدا، وقد أسقطه كله، وما ترى له في القرآن من خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول: والله إني لأقرأ السورة في نفس واحد. قال: والله ما هؤلاء بالقراء ولا بالعلماء ولا الحكماء ولا الورعة. ثم استفهم قال: ومتى كان القراء يقولون مثل هذا؟ ثم قال: لا كثر الله في المسلمين من هؤلاء. فهذا يؤكد ما أسلفنا، أن تعلم الإيمان المذكور في هذه الآثار على أنه يحرص المسلم على سلامة توحيده وسلامة إيمانه وسلامة نيته وسلامة قلبه من الأهواء والشرور والبدع، هنا ينتفع كما انتفع الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر هذه الآثار في بيان تلبيس الجهمية
ذكرها في ضمن ذم الخوارج لأنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. أما الصحابة رضي الله عنهم فعندهم من سلامة القلوب ما جعلهم ينتفعون بهذا القرآن انتفاعا عظيما، ولذلك لا يفهم منه أن القرآن لا يؤثر، كلا، أو أنه لا يتعلم القرآن ولا يقرأ، بل في هذا حث على أن يسلم القلب من الأهواء، لأنه لو لم يسلم وقرأ القرآن كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم قارئ للقرآن، يقال إنما قرأت ليقال هو قارئ فقد قيل ثم سحب به إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالقرآن يهدي التي هي أقوى، ولذلك قال السدي كما ذكر ذلك ابن تيمية عنه في مجموع الفتاوى، قال نور القرآن في قوله نور على نور، قال هو نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمع، فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه، وبالتالي فإن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، كما قال عز وجل إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى ويؤثر. وفد النصارى الذين هم أقرب الناس للمؤمنين مودة، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا. وجبير بن مطعم كما عند البخاري لما أتى في قصة أسارة بدر وهو كافر قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ والطور، قال فكاد قلبي أن يطير كما عند البخاري، فإن له تأثيرا. قال عز وجل عن المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال عز وجل عن المؤمنين وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، بينما غيرهم ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بل إن هذا القرآن لو أنزل على جبل وهو جمد لتأثر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ومن ثم فإن هذه الأحاديث تؤكد على أن مثل قولهم تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، هذا يدل على أن سلامة التوحيد وسلامة النية وسلامة القلب من الأهواء والبدع هي مما يفتح للإنسان خيرا حينما يقرأ كلام الله عز وجل. أما أن يقرأه قراءة من غير أن يطبقه والقلب فيه من الهوى ما الهوى كما هو حال الخوارج وأشباههم، أو أنه يقرأ هذا القرآن مجرد أن يتفنن في ألفاظه ولا يفهم ولا يعرف معناه ولا يقيم حدوده، أو أنه يتباهى بطول نفسه أو بكثرة قراءته، فهذا مما يصدق عليهم ما قاله الصحابة رضي الله عنهم في من جاء بعدهم أنهم تعلموا القرآن ولم يتعلموا الإيمان.